فقرة المواجهة الأولى ما بين ذيب المري وراشد السبيعي، خلونا نسمع لهم تحية. نحيي ذيب المري وراشد السبيعي اللي نقول حياكم الله، عسى الله يوفقهم إن شاء الله، دعواتنا لهم بالتوفيق جميعا. طيب أبعد عنكم بس عشان تأخذون راحتكم قريب. طيب تبوني في صوت للعدد شباب؟ طيب 3 2 1 بسم الله. فاطري عافت المسرى وعافت مسيري، لنا خليت حبل خطامها في رقبتها، لنا خليت حبل خطامها في رقبتها. فاطري عافت المسرى وعافت مسيري، لن خليت حبل خطامها في رقبتها، لن خليت حبل خطامها في رقبتها. أتعزم على المشرى وعزمي كسيري، حرت الرجل والقشرة بدرهمتها، حرت الرجل والقشرة بدرهمتها. أتعزم على المسرى وعزمي كسيري، حرت الرجل والقشرة بدرهمتها، حرت الرجل والقشرة بدرهمتها. يا وجودي على اللي مات وطال غيري، وغلوبة ساعت الفرقة على غطرستها، غلبت ساعت الفرقة على غطرستها. يا وجودي على اللي مات وطال غيري، وغلبت ساعت الفرقة على غطرستها، وغلبت ساعت الفرقة على غطرستها. مرقت قد ما عيني وجهشت بالعبري، واستكن الهوى في نجد مثل سمتها، واستكن الهوى في نجد مثل انسمتها. أبرقت قد معاني وجهشت بالعبري، واستكن الهوى في نجد مثل انسمتها، واستكن الهوى في نجد مثل سمتها. فاطري عافت المسرى وعافت مسيري، لن خليت حبل خطامها في رقبتها. سؤال استهلون تحية، واللي يقوله عسى الله يعين لجنة التحكيم. طبعا هذه كانت من كلمات وألحان وآداء شايع اليافي أستاذنا أبو فارس، واللي نبدأ معه بالتقييم من تفوق ذيب المري ولا راشد السبيعي. الحقيقة أنا تساوى عندي، في حاجات أخفق فيها يمكن ذيب في بدايتها، وفي حاجات أخفق فيها راشد، وفي حاجات أبدع فيها ذيب، وفي حاجات أبدع فيها راشد. هذه بالنسبة لي أنا، ما حد تفوق على الثاني، كل من حول الثاني أبدعوا، بالذات في آخر الأداء كان ما شاء الله
الأداء كان كويس، انتظم وصار فيه يعني انسجام بينهم. يعطيكم العافية. يعطيك العافية أبو فارس. الأعلى تقييم من كان؟ والله كلهم سوا، أعطيتهم نفس الدرجة. نفس الدرجة؟ نعم. طيب، عشان كذا لو في واحد منهم زاد قلت فلان زاد على الثاني. طيب الدكتور فيصل. ذيب حقيقة تختلف صفات الصوت، الآن احنا ما حنقيم على الأداء اللحني، إنما نقيم على نوع الصوت، الأرترو والتينور، هذا حاد وهذا مستوى أقل، صفات هذا جهوري هذا مبحوح. الدرجة الأعلى لمن كان فتساوي عندي في مستوى، هذا نوع وهذا نوع وهذه صفات هذه صفات، فتساوي عندي بال نفس الدرجة. نفسها. طيب أبو سالم. والله ودنا انك تعفينا، لكن دام عندي آلية البرنامج ابد كلهم مبدعين يستاهل. راشد طور على اللحن، لكن عندي ذيب ان هذا افضل من 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 راشد في هذه الدرجه الاعلى. كانت فرق درجه ترى، ولا هم مبدعين يستاهل الشيء، ذمه وضمير ويعادلوننا، ولا ما ودنكم تسالون. الله يعطيكم العافيه. وانا ابو صالح واحد يعطيكم العافيه. وانا اللي قلته قبل كل شيء، الله يعين لجنه التحكيم، لان من شروط اليه التقييم ان في درجه تكون اعلى لشخص عن شخص، ولكن تساويتوا عند ابو فارس وعند الدكتور وكذلك عند ابو سالم بفرق درجه. الله يعطيكم العافيه، عسى فالكم التوفيق جميعا. انتم جميعا. مشاهدينا الكرام، المواجهه الاخرى كانت او ستكون بين راشد آل جميان وحمد آل البيت.